يا اهلا بيكم من جديد. خلينا نبدا بالملف الاهم في بلدنا، ملف الزراعه. احنا بلدنا ازمتنا الاولى والاخيره في نقص السلع، ونقص السلع بيترتب على نقص المحاصيل والمنتجات الزراعيه. لما يطلع الحكومه أو رئيس الحكومه او رئيس الجمهوريه او رئيس او وزير الزراعه او حتى وزير التموين يقول لك احنا تاثرنا بالحرب الروسيه على اوكرانيا، ده على طول تترجمه ان احنا عندنا نقص في المحاصيل الزراعيه اللي كنا بنعتمد فيها شكلا وموضوعا على دوله زي اوكرانيا، على دوله زي روسيا، على فرنسا، على مش عارف السودان، على يمين، على شمال، رغم ان احنا واحده من اقدم الدول في التاريخ اللي عرفت الزراعه. احنا اقدم دوله في التاريخ عرفت مواسم الزراعه، احنا اقدم دوله في التاريخ زرعت اكتر من 30% من المحاصيل اللي معروفه لحد النهارده، احنا اقدم دوله في التاريخ عرفت ما يسمى بتخزين الحاصلات الزراعيه. احنا اقدم دوله في التاريخ كمان، ودي معلومات مش استنتاجات، عملت حاجه اسمها التقويم الزراعي. زمان بلدنا ايام الفراعنه وما قبل الفراعنه كانوا بيمشوا بتقويم زراعي، بلد زراعيه بالمقام الاول. عندنا نهر بيشق او بيقسم البلد نصين من ادناها لاقصاها، عندنا ايدي عامله ما شاء الله هي الافضل والامهر على مستوى العالم، عندنا تربه من افضل الترب على مستوى العالم، عندنا ايضا مناخ يعتبر الافضل، احنا بلدنا افضل حاجه موجوده كده في منتصف الـ 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 يعني الاقاليم المناخيه، جنبنا ما يسمى باقليم مناخ الشام، وايضا اقليم مناخ افريقيا والاقليم بتاع شبه الجزيره العربيه، عندنا بنتعرض لما يسمى اقليم البحر المتوسط المناخي او الاقليم الزراعي للبحر المتوسط والبحر الابيض، كل حاجه موجوده في بلدنا عشان نبقى دوله زراعيه بالمقام الاول. عندنا صحاري ممتده من اسكندريه لحد اسوان، حاجه كده تطلع ذهب لو الحكومه اهتمت بيها. عندنا كمان اراضي قديمه عجوزه سابوها لحد ما عجزت من غير تطوير ومن غير مبيدات واسمده، لحد ما عجزت كانت تقدر النهارده تدي ضعف المحصول والانتاجيه اللي بتديه. من النماذج اللي الواحد لما يتكلم عنها بيتكلم وفي غصه كده في بقه، ده غير بقى الغصه بتاعه غزه واللي بيحصل في غزه. موضوع ملف القطن. ايام عبد الناصر اللي هو قبل استصلاح مش عارف ال 2 مليون فدان بتوع عبد الفتاح السيسي، وقبل مشاريع التنمية ومشاريع تنمية الصحراء ومشاريع تنمية الصعيد وحياة كريمة، كانت بلدنا لوحدها بتزرع 2 مليون فدان قطن. 2 مليون فدان قطن. بدأ المنحنى ينزل، عدم اهتمام بالفلاح، عدم دعم الفلاح، آخر حاجة في أولوياتنا الفلاح، مش مهم الفلاح، خلينا نتكلم عن الطرق والكباري، طب نروح للأفلام والمهرجانات، طب نروح لمش عارف إيه. فبقى عندنا النهارده اجمالي المساحه المزروعه من 2 مليون فدان، وصلنا سعادتك اجمالي المساحه المزروعه فقط 85 الف فدان. ده مش بس كده، احنا السنه اللي فاتت اجمالي المساحه اللي كانت مزروعه انا اسف لا ده احنا كده بنتكلم عن الاطنان، اجمالي المساحه اللي كانت مزروعه السنه دي 254 الف فدان. كده حسب بيان وزارة الزراعة وصلنا من 2 مليون فدان ل 254 ألف فدان، يعني قول ربع مليون فدان اللي هو تمن المساحة اللي كانت بتزرع أيام عبد الناصر. الأسوأ من ذلك إن السنة اللي فاتت كانت المساحة اللي مزروعة 337 ألف فدان. السنة اللي فاتت والسنة دي رغم كلام الحكومة بقى ووزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء السيسي نفسه إن في تطور في انتاجية البلد والانتاج الزراعي، تلاقي احنا من السنة اللي فاتت للسنة دي عندنا عجز حوالي 100 ألف فدان في بند واحد ومحصول واحد اسمه محصول القطن. ليه بنتكلم دلوقتي عن القطن؟ لان قبل ايام بدأ موسم جني القطن. كل سنة وحضراتكم طيبين. عاجل رسميا مصر تقرر ارجاء تصدير القطن لحين تحديد الكميات المصدرة لكل شركة، وده بالمناسبة من الاجراءات اللطيفة جدا. احنا خلاص هنوقف التصدير، قال يعني احنا عندنا انتاج مكفي السوق المحلي وبنفنجر وبنصدر وبنوزع لبره. بقول لك كنا بننتج او كنا بنزرع 2 مليون فدان، دلوقتي بنزرع ربع مليون فدان.
عارف انتاجيتنا دلوقتي كدوله وطويل التيله، وكنا في يوم من الايام بنحتكر افضل انواع الاقطان، وكان عندنا مصانع الحلج ومصانع الغزل والنسيج وكفر الدوار والمحله ومش عارف بورسعيد، ومصانع موجوده في الجيزه ومصانع. النهارده بقى شاكب راكب كده زي ما بيقولوا، انتاجنا من القطن وصل 85,000 طن، 85,000 طن فقط، اللي هي مصنع واحد يعني، اللي هو القطن اللي محتاجه مصنع واحد 85,000 طن. السنة اللي فاتت حسب بيان وزارة الزراعة، السنة اللي فاتت كان إنتاجنا من القطن 125,000 طن. فرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي حوالي 50,000 طن. تيجي بقى تسأل كده الحكومة، الحكومة اللي كانت بتغني وترقص وتحتفل قبل شهر في وجود عبد الفتاح السيسي بإضافة 1,000,000 فدان للرقعة الزراعية، طب فين المليون فدان؟ ليه ما بيترجموش في المحاصيل؟ الحكومة اللي كانت بتحتفل بإنجازها في المجال الزراعي وإنها قدرت توفر أفضل خدمة في أفضل حياة لأفضل مش عارف إيه للفلاح المصري، ليه ده ما بيترجمش في المساحة المزروعة؟ ليه بنرجع لورا؟ ليه كل يوم المحاصيل بترجع لورا؟ ليه الانتاج والدخل القومي بيرجع لورا؟ انا عايز حد عاقل يطلع يقول لي ليه كل حاجه في بلدنا بترجع لورا. اتكلم على الطرق والكباري رغم المليارات اللي اندفعت بنرجع لورا، بنتكلم عن الكهرباء والخدمه المقدمه للمواطن بترجع لورا. دلوقتي بتكلم عن القطن، القطن يا اخواننا ده احنا مش حزبة بيرما، دي ارض موجوده وميه شغاله والفلاح بيحط البذره بتطلع الشجره، لكن الفلاح بطل يزرع قطن. ليه؟ لأن الفلاح كان زمان بياخد التقاوي من الجمعية الزراعية، بياخد السماد من الجمعية الزراعية، وبياخد المبيدات من الجمعية الزراعية، وبعد كده بيجني القطن ياخده يوديه للجمعية الزراعية. دلوقتي الحكومة عملت إيه؟ خدت السماد، باعت الشركات، واحدة للإمارات وواحدة للسعودية، وبتصدر السماد للخارج. الحكومة شركة زي نوبا سيد وشركة وغيرها 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 قفلوا نص الفروع بتاعتها، فما بقاش عندنا شركات بتطلع بتاع ده بذور. نيجي كمان لاخر حاجه بقى اللي هو المحصول، الحكومه عملت شركات وبقت سبوبه بقى، حيتان بياخدوا من حيتان بياخدوا من حيتان، والمواطن يا عيني بقى نفسه او الفلاح لقى نفسه اسير ومحبوس عند ما يسمى بمنظومه تداول القطن اللي بدات عملها قبل كام يوم في 3 محافظات ببيع 20,000 أو 20 طن 20,000 إنطار و282 في 3 محافظات. ايه ال3 محافظات اللي بدأت بيهم المنظومة؟ الفيوم وبني سويف والمنيا. ونكتشف بقى نفس مشكلة السنة اللي فاتت. انا فاكر كنت متابع مع حضراتكم السنة اللي فاتت المنظومة دي، وقد ايه الفلاحين قالوا ارحمونا من المنظومة، رجعونا تاني نتعامل مع الحكومة مباشرة. انت ليه جايب وسيط بيني وبينك؟ انت مش انت بتقول ان القطن سلعة احتكارية والدولة هي اللي المفروض تتصرف فيها وهي اللي المفروض تصدرها وتجيبها وتوديها، وعايز تحافظ وتحول القطن لزرعة استراتيجية؟ ليه جايب شركات بتشتغل من الباطن وبينك وبين الفلاح وفي الاخر نفس الشركات بتصدر لك؟ شوف كده مثلا محافظة زي كفر الشيخ، قال لك 10 شركات بتقتنس مزادات اقطان كفر الشيخ، كفر الشيخ باجمالي 4854 انطار لحد دلوقتي. طب 10 شركات، طب ما احنا زمان كنا بندي كلنا للجمعيه الزراعيه، فدلوقتي الشركه بتعمل مكسب على الفلاح، وبعد كده تروح الشركه تدي للحكومه تعمل مكسب على الحكومه، كمان شركه موجوده في الحمول بتاخد بسعر، شركة تانية موجودة في كفر الشيخ المركز بتاخد بسعر، شركة تانية موجودة في اللين بتاخد بسعر، والفلاح ده بيخسر والفلاح ده بيكسب، والفلاح ده بيحاول ينقل المحصول بتاعه من اللين لكفر الشيخ لمش عارف الحمول عشان يبيع بسعر كويس، بيتحمل نقله وبيتحمل ان المحصول ممكن يجرى له حاجة. مصيبة ان السنة اللي فاتت زي دلوقتي نقيب الفلاحين طالب بإيقاف المنظومة أو تعديل المنظومة أو رقابة الحكومة على المنظومة، الفلاحين طالبوا أيضا بتعديل هذه المنظومة، رغم كده الحكومة شايفة أن منظومة تداول القطن الجديدة أنعاشت جيوب الفلاحين في دمياط. دمياط أنعاشت الجيوب حسب كلام الحكومة وحسب كلام أيضا
اعلام الحكومه. شوف الخبر تاني عشان ارجع اكلمك عن المنظومه اللي بيطبلوا لها ويزمروا لها. خبر قال لك مزارعو دمياط يستعدون لحصاد القطن. نقيب الفلاحين قال ان تبطين الترع ساعدنا كتير. ده مين؟ ده السيد نقيب الفلاحين اللي هو عمك ابو صدام. الراجل ده اللي هو بنفسه بعظمه لسانه قبل كام شهر قال ان لما جه الوزير الجديد بتاع الري تصديقا على كلامه قال ان تبطين الترع ده كانت مشروع فاشل واهدار للمال العام. دلوقتي ان بيقول لك ان دمياط الفلاحين بيرقصوا بسبب تبطين الترع. طب تعالى كده، كنت عملت لك حلقه قبل كام شهر عن نقص الميه في دمياط، وقلنا ان اكتر من 13% من مساحه الارض المزروعه في دمياط دلوقتي ما بتزرعش، واللي بيزرع بيزرع عروه واحده بدل اتنين بسبب نقص الميه. والنقيب بتاع الفلاحين او بتاع الحكومه بقى يعني تختلف او تتفق معاه، بيقول لك احنا عندنا زي الفل والمنظومه عامله احلى كلام. طب شوف بقى المنظومه اللي بيكلمونا عنها. الفلاحين السنه اللي فاتت قطعوا هذه المنظومه. ايوه قطعها الفلاحين. مزادات القطن حولت عيد الفلاح لاحزان. ليه يا سيدي؟ لان السنه اللي فاتت الفلاح اكتشف ان المنظومه دي بعض حيتان القطن والتجار اللي بيتاجروا باوجاع والام واحلام ورزق الفلاح لصالح الحكومه، والحكومه واقفه تتفرج. سيد وزير الزراعه ما تدخلش، سيد رئيس مجلس الوزراء ما تدخلش، سيد وزير الصناعه ما تدخلش، سيد نقيب الفلاحين اللي بيقول لك المنظومه عملت احلى شغل ما تدخلش. خبر كمان اهو، فبقى عندنا القطن يمين يشتريك، طويل التيله بيرفع الرايه البيضاء قدام مافيا الاستيراد، والمستورد بيكتسح البلد، والقطن بيتراجع لادنى مستويات، وانحصار زراعته ل 247 الف فدان بدل من 2 مليون فدان ايام عبد النصر. هي دي هو ده الانجاز؟ مش دي انجازات الحكومه؟ بدل ما كنا 2 مليون بقينا ربع مليون. القطن طويل التيله اللي كان بيتهزله شنبات، اللي كنا بنغني له نورت يا قطن النيل يا حلاوه عليك يا جميل، مش كان بيغنوا كده للقطن؟ الفلاح كان بيوقف حياته وفرحه وفرح ولاده ولبسه ولبس ولاده، واللي عايز يشتري حمار، واللي عايز يشتري بقره، واللي عايز يجدد بيته، واللي عايز يشتري حصيره، لحد ما يجي القطن. كان موسم القطن ده موسم الفرحه للفلاحين. لكن مع المزادات، معايا فيديو بيتكلم عن الغاء المزادات السنه اللي فاتت، وتكرر السنه دي ايضا الغاء المزادات السنه دي. فلاح شايف انه بيضحك عليه عين عينك. الشركات اللي الحكومه اتعقدت معاها بياخدوا القطن السنه دي اقل من القطن الحر ب 300 جنيه في الانطار الواحد. فالفلاح قال لك مش لاعب. الحكومه بقى في وادي، الفلاح في وادي، الشركات اللي متعاقده مع الحكومه في الوادي في وادي، والشركات اللي بتلم بقى في السوق الحر في وادي تاني، واعلام الحكومه طبعا انتوا عارفين موجود في انهي وادي. نتابع هذا الفيديو. هو الاعتراض ليه يا حاج النهارده؟ الاعتراض على ايه؟ على سعر القطن. الايه بقى؟ قطن من 16700 ل 13، المزاد دلوقتي بقى 13700. المزاد نزل 2000. نزل 2000. نزل 2000 جنيه. ليه؟ نزل 3000 جنيه. نزل 3000 جنيه عن المزاد اللي فات. الاعتراض نزل. رأيكم ايه؟ ايه؟ شايف ان الفلاح مظلوم في الموضوع؟ يعني بدل ما احنا جايين طمعانين في 1000 جنيه زياده 2000 جنيه المفروض المزاد لسه كنا بنقول في الكلام ده دلوقتي. هو الاعتراض ليه يا حاج النهارده؟ الاعتراض على ايه؟ على سعر القطن. الايه بقى؟ قطن من 16700 ل 13، المزاد دلوقتي بقى 13700. المزاد نزل 2000. نزل 2000 جنيه. ليه؟ نزل 3000 جنيه. نزل 3000 جنيه عن المزاد اللي فات. الاعتراض نزل. رأيكم ايه؟ ايه؟ 2000 جنيه ينزلوا في الجزيرة حرام كده.
حرام كده. شايف ان الفلاح مظلوم في الموضوع؟ يعني بدل ما احنا جايين انت معناه 1000 جنيه زياده 2000 جنيه مفروض المسافه لسه كنا بنقول في الكلام ده دلوقتي. قال لك الـ 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 الجمل طلع النخله يا سيدي ادى الجمل وادى الجمال. قال لك حققنا للفلاح افضل خدمه وعندنا مشروع للنهوض بالقطن يا سيدي ادى الارقام. ده اللي كان وده اللي موجود. ده اللي كان في ايام عبد الناصر وبلاش عبد الناصر عشان عبد الناصر ده قديم قوي. ده اللي كان السنه اللي فاتت والسنه دي. المحصول ناقص عن السنه اللي فاتت حوالي 50,000 طن والأرض المزروعة ناقصة عن السنة اللي فاتت للسنة دي حوالي 100,000 فدان. مال أنت الأرض اللي بتضيفها دي بتضيفها فين؟ وإذا تم إضافتها مزروعة إيه؟ وإذا أنت بتحقق أو عندك مشروع للحفاظ على القطن المصري فين النتائج؟ ودي أسئلة المفروض نسألها لكن مع الأسف لا في حد بيجاوب. الفلاح نفسه أهو الناس بتتخانق مع المنظومه وقال لك ما احناش بايعين لان انتوا نصابين وبتضحكوا علينا. شوف كده محاربه استغلال القطن المصري زورا تسهم في احياء زراعته في البلد. ده كان تقرير لرويترز بيقول ان احنا لو قدرنا نحارب استغلال اسمنا. تخيل وصل الحال ان بعض الدول بتصدر القطن بتاعها على انه قطن مصري. انت لما تسمع الكلام ده تقول ده احنا سمعتنا حلوه وسمعتنا سبقانة لدرجة ان بعض الدول في افريقيا على مدار السنين اللي فاتت كانت بتزرع. يمكن في فضيحة مشهورة في بورصة امريكا ان مش عارف كان حوالي 200,000 طن متصدرين من احد الدول الافريقية باسم القطن المصري. ده بعض كمان شركات الملابس والمصانع بتبقى جايبة قطن من بره وبتحط تيكت ان ده قطن مصري. فكان البداية انك تحارب الموضوع ده. طب هتحارب الموضوع ده ازاي؟ ان انت يبقى عندك فعلا قطن مصري. لكن انت ما عندكش والعالم مستني قطن مصري. تخش محلات الملابس في المانيا في بريطانيا في امريكا في فرنسا اغلى حاجة اللي هي مصنوعة من القطن المصري. افضل حاجة افضل كفاءة اللي مصنوعة من القطن المصري. لكن احنا مع الاسف مصر اللي عملته الحكومة كان وقف دعم مزارع القطن. وقف دعم مزارعي القطن ده ألف به. ده من امتى؟ ده من 2015 بلا مبرر قرر وقتها وزير الزراعة إيقاف ما يسمى بالدعم المقدم للفلاح. الفلاح كان قبل 2015 كان بيحصل على مجموعة مميزات إذا كان زارع قطن. إيه هي؟ كان ليه حق في سلفة اسمها سلفة القطن من بنك التسليف الزراعي وبتتخصم السلفة أو بتتسدد لما يروح يورد القطن للجمعية الزراعية. قال لك وقف الكلام ده مش هنسلف الفلاح تاني. طيب الفلاح كان بيزرع قطن وحضراتكم يعني الفلاح فيكم او الفلاح فينا عارف ان القطن بياخد مبيدات طول السنه او طول الفتره اللي موجود فيها اللي هم الست سبع شهور. كان الفلاح بيروح يسحب المبيدات من الجمعيه الزراعيه ببلاش ويسدد ثمنها بعد كده لما يورد القطن. قال لك لا مفيش مبيدات وروح يا فلاح بقى تحايل على بتوع المبيدات وخد منهم شكك وبيع بهايمك وذهب مراتك ومش عارف استلف عشان تجيب قطن. فالفلاح قال لك بلاه. حتى البذره اللي هي بذره القطن كان بياخدها من الجمعيه. قررت الحكومه ان الجمعيه الزراعيه تقوم بدور الاشراف فقط. هتزرع قمح قطن يا ابني ازرع. روح يا ابني اشتري البذره على حسابك وجيب المكافحه على حسابك وجيب الأسمدة على حسابك وإذا احتجت فلوس روح استلف من أي حد أو بيع أي حاجة عندك. ده اللي عملته الحكومة في 2015 فبدأ منحنى الزراعة يهبط أكتر من 90% تقريبا من المحصول اللي كان مزروع ما عادش موجود. 90% من الطاقة الإنتاجية لبلدنا راحت رغم إن احنا بنزود أراضي حسب كلام الحكومة. اتهامات بقى لبعض الوزراء ومنهم وزير الزراعة بتدمير محصول القطن. عارف لما نوصل لمرحلة ان الوزير المسؤول عن هذه الزراعة او هذا المجال هو السبب في تدمير هذه الزراعة يبقى فيه تحس ان فيه مؤامرة. مؤامرة عليك، مؤامرة على مستقبلك، على لقمة عيش الفلاح، مؤامرة على رزق الفلاح لما يبقى الوزير بنفسه هو اللي يسعى في ايقاف الدعم عن الفلاح. اقبلها مثلا لو قال لك ان وزير المالية هو اللي مش عايز يدي الفلاح. او رئيس مجلس الوزراء عايز يوفر للخزينه الكامه اللي بيدعم بيهم الفلاح.
او مش عارف صح، لكن وزير الزراعه بنفسه يسعى لايقاف السلفه الزراعيه بتاعه القطن، يسعى لايقاف المبيدات، يسعى لايقاف الاسمده، يسعى لايقاف البذور، ده يبقى في مؤامره ضد الفلاح كان بطلها السيد وزير الزراعه. وتروح تتفرج يقول لك مصر تطمح لعوده ذهبها الابيض الى سابق عرشه. يا سيدي بص على اجراءاتك، شوف انت بتعمل ايه عشان ترجع لسابق عصرك. ويطلع هنا كمان السيد وزير قطاع الاعمال يقول لك احنا بندعم قطاع الغزل والنسيج ب 30 مليار جنيه. اولا بعيدا عن كذب دعم قطاع الغزل والنسيج، لان لو هنتكلم عن غزل والنسيج، غزل والنسيج كفر الدوار قفلوه وباعوا الارض بالحته عشان يتعامل مكانها كافيهات ومولات ومش عارف مساكن. لو هنتكلم ايضا عن غزل ونسيج، روح اتفرج كده على غزل ونسيج المحله كان فين وبقى فين. غزل ونسيج بورسعيد كان فين وبقى فين. المنطقه الصناعيه اللي موجوده في الاسماعيليه ومصانع الغزل كانت فين وبقت فين. فما تجيش تكذب عليا وتقولي حاطط 30 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج، وهفترض جدلا انك فعلا بتطور مصانع الغزل والنسيج. طب قبل ما تطور المصانع وتكبرها، كبر الانتاج وعظمه، لان انت لما تكبر المصانع والانتاج عندك بيرجع لورا، انت بتفتح الباب اكتر لاستيراد قطن. احنا دلوقتي واحده من اكبر الدول في العالم بنستورد قطن. معلومه صادمه، لما كنت انا من اكتر الدول في العالم اللي بتصدر قطن، دلوقتي اصبحت بستورد قطن، لان انا بزود المصانع كده وكده يعني، وموقف الانتاج. شوف الخبر كمان قال لك مصر تعيد احياء صناعه الغزل والنسيج وتطور منظومة تداول القطن. يا جدعان يا بيه، يا اللي بتفهم، يا بتاع دراسة الجدوى، يا بتاع المستقبل، يا بتاع الاستراتيجية، مصر مشكلتها لا هي في منظومة التداول ولا في عدد المصانع، مشكلتنا في الانتاج. انت عمال بتلعب في منظومة التداول. مرة يقول لك مش عارف المزاد الموحد، يلغي المزاد الموحد يروح للمنظومة المتعددة، يلغي المنظومة المتعددة يرجع تاني لمنظومة متعددة لكل محافظة لوحدها. طب احنا مش عايزين ده، احنا عايزين القطن يطلع الاول من الارض وبعد كده اعمل اللي انت بتعمله، لان زي ما انت شايف كده القطن المصري فقد مكانته. وبعد ما كان سيد في السوق العالمية، السياسات الحكومية، التغيرات المناخية حولت زراعة القطن لعبء محلي اقتصادي. مين اللي بيتحمل هذا العبء؟ مش الحكومة. حكومة زي ما انت شايف كده رفع ايديها لفوق وعاملة ودن من طين ودن من عجين، ده كأن الفلاح يهمها ولا القطن يهمها ولا الاقتصاد يهمها. اللي بيتحمل هذه الاعباء هو الفلاح لوحده. احنا في يوم من الايام كنا بنصدر ل 28 دولة على مستوى العالم. حط لي الخبر كده لو سمحت. الخبر اهو، 28 دولة على مستوى العالم كانت بتستورد مننا قطن، وكنا بنقعد نحط رجل على رجل. عندنا ذهب، اذا كانت السعوديه والامارات وقطر والبحرين ودول الخليج عندها ذهب، ذهب اللي هو البترول، احنا كان في يوم من الايام عندنا ذهب اسمه الذهب الابيض، نحط رجل على رجل ونصدر ونتحكم في السوق العالميه ونضخ في المصانع بتاعتنا، وكان عندنا انتاج وكان عندنا تصدير من الملابس. احنا عندنا دلوقتي يعني من الشراب لحد مستوردة من بره، والقطن بتاعنا مش موجود. شوف القطن المصري متى يعود الذهب الأبيض إلى بريقه؟ ده سؤال بطرحه على حضراتكم، بطرحه أيضا على السادة المسؤولين في بلدنا. لا أستثني أحد، لا أستثني أحد من هذه الجريمة، بداية من رأس النظام لحد أصغر مسؤول في أصغر جمعية زراعية في البلد. من السبب في تراجع مساحة القطن المزروعة؟ من السبب في تراجع الانتاجية؟ من السبب ان احنا ما عادش عندنا قطن؟ من السبب ان احنا بدل ما كنا بنصدر بنستورد؟ من السبب انه بيقرر يذبح الفلاح؟ فالفلاح قال لك مش لاعب، وبدل ما ازرع قطن بيزرع دلوقتي خرشوف وفراولة وبطاطس، حاجات اللي سريعا سريعا كام شهر في الارض، شهرين ثلاثة وتبدأ تجيب له محصول. لا يروح بقى يتذلل لجمعية زراعية ولا يسلم دقنه لتاجر ما عندهوش ضمير عايز يعمل سبوبة على حسابه. ودي كانت قصة قصيرة حزينة بعنوان الذهب الأبيض اللي مع الأسف فقد بريقه بفعل فاعل وتواطؤ الحكومة. أنا مش عايز أقول مؤامرة الحكومة ضد الفلاح،
المصري. اتمنى يتم تدارك هذا الموضوع، لان القطن الفلاح كان كان يعتبر الميه اللي بتغيث الفلاح وسط زياده الاسعار، وبتقدم له افضل محصول وافضل نتيجه. دلوقتي مع الاسف ما عادش حد بيزرع قطن، نادر جدا لما تلاقي كل عزبه او قريه فيها فدانين ثلاثه قطن. ده بفعل فاعل، وهي الحكومه المصريه.